منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن واصل تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية التي هتضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا وبتستضيفها مصر. الثنائي حمدي فتحي المحترف بنادي الوكرة القطرية ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي انضموا لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، واللي بيقام بالقاهرة استعدادا للمشاركة في كأس عاصمة مصر اللي هتضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. وحضر الثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف للمحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب. أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك خاض زيزو تدريبات خاصة في صالة الجيمنيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، ده بسبب معاناته من إصابة في الكاحل واللي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر على هامش ميران الفريق اللي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور الربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. منتخب اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفني طارق محروس فاز على نيجيريا بنتيجة 27-24 في ثالث مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في أكرا بغانا، ونجح منتخب اليد في تحقيق الفوز على مالي وتوجو في أول وثاني مبارياته. علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش حصد وصافة بطولة أوبتاسيا للإسكواش واللي بتستضافتها نادي ويمبلدون ببريطانيا في الفترة بين 12 ل 17 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110,000 دولار للرجال و 57,000 دولار للسيدات. فريق مانشستر يونايتد تأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح بنتيجة 4-3 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أورد ترافولد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة الموسم الحالي. ونروح للدوري الألماني، وفريق أينتراخت فرانكفورت اللي بيلعب بين صفوف الدوري المصري عمر مرموش خسر أمام مضيفها بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الألماني. وبيحتل أينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد بروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة. ومن الدوري الألماني لدوري الإسباني، وفريق برشلونة فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري. وبيحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة. ونروح للدوري الإيطالي، وفريق إنتر ميلان فاز أو تعادل مع فريق نابولي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري الإيطالي، ووصل إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده ل 76 نقطة، ورفع نابولي أيضا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع. ودوري التركي، فريق ترابزونسبور الذي بيضم بين صفوف الدوري المصري محمود تريزيجيه خسر امام فريق فينربخشة بنتيجه 3-2 في المباراه اللي اقيمت بينهم في اطار مباريات الجوله 30 من منافسات الدوري التركي. وبيحتل ترابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطه، فيما يحتل فريق فينربخشة المركز الثاني برصيد 79 نقطه.